السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده جميل جدا، بيحول البرومت لصور. الجميل اللي فيه ان هو ممكن تديله تكست معين، يعني ايه تكست سينج، ويبدأ هو يكتب نفس التكست اللي انت هتديهوله. يعني دي اكبر ميزة فيه، بقية الحاجات بتضيع التكست. لو في اي تكست مكتوب بيعمله بشكل وحش، هنا خد الكلمة اهو بدأ يكتبها بشكل حلو، فده تطور رهيب. لو بالشكل دوت وتقدر ان انت تكبر الصورة وتشوفهم. تعال نجرب حاجات كمان. بيقول استنى 6 ثواني 5 ثواني، فنلاقي ان هو عمل لي اول حرفين بالشكل دوت وبالشكل ده بالشكل دوت بالشكل دوت، عمل حاجات شكلها جميل. دي صور اللي انا عملتها، فهتلاقي حاجات كتيرة معمولة بالشكل دوت. تيجي هنا وتقول له انا عايز اشوف الصور بتاعتي، فيبدأ يوريك شوية الصور الجميلة. ولو انت عامل بند لصور او لايك لصور هتبدأ معاك. خلينا نكتب له كلمة I need more space، ونقول له اعتبر ان في رائد فضاء جنب الصورة ديت. عدد التنازل اهوت 2 ثانية تبدأ بقى الصور تظهر معاك. ظهرت معاك ايه بالشكل الجميل دوت. فالموقع فعلا بيعمل شوية صور حلوة وتكست حلو. يعني كانت مشكلة الصور اللي بتعمل بالميدجورني اللي هو التكست، دلوقتي في الإصدارات الحديثة الموضوع ده بقى أحسن. طيب أنا قلت له اعمل لي صورة كده، افترض إن في شركة واكتب فيها الكلمة ديت، ونشوف الصور اللي طلعت تبقى عاملة ازاي. فعمل لنا صور اهو بالشكل دوت. هو بيتحسن تمام. ودي مثلا اهيت، فتقدر تستخدمه كمان في ان انت مثلا تعمل لوجو. طبعا بجرب كذا مرة، مش من اول مرة تقول انا موافق او معترض، لا جرب لحد ما توصل للنتيجة اللي انت عايزها ان شاء الله.